بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدين الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم في صباح جديد من صباحات نوفمبر المجيد، من صباحات عمان الغالية، صباح ملؤه الفخر والاعتزاز بمنجزات هذا الوطن الغالي، صباح يبعث في نفوسنا الراحة والطمأنينة، كيف لا وقد حبانا الله بنعمة عظيمة لا تقدر بثمن، نعمة اسمها عمان، وأنعم علينا بقائد حكيم وفذ، ندعو الله سبحانه وتعالى أن يحفظه ويحمي بإذن الله، إنه سميع مجيب. أهلا وسهلا بكم مشاهدين الكرام في هذه الحلقة الجديدة من برنامج علم وارح، واللي من خلالها بإذن الله رح نتجول في أغلب فقراتنا في البرنامج، واللي دائما تتنوع بين المعلومة والمعرفة. إذن أهلا وسهلا بالجميع، السلام عليكم يا شمساء. وعليكم السلام. إذن السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدين الكرام، نحييكم ونرحب بكم في حلقة جديدة من برنامجكم علم ومرح الذي يطل عليكم كل يوم جمعة وسبت من الساعة العاشرة وحتى 11 صباحا، آملين أن تقضوا معنا أوقات ممتعة، فأهلا وسهلا بالجميع. أهلا وسهلا فيك يا شمساء، أيضا نجدد ترحيب بكم مشاهدينا الكرام، أهلا وسهلا بكم في هذا الصباح الجديد من صباحات نوفمبر المجيد. بإذن الله احنا مقبلين على العيد الوطني 50 المجيد، هذا اليوم الغالي على كل عماني ومقيم على هذه الأرض الطاهرة. ندعوك اللهم أن تحفظ عمان وباني عمان وقائدها وباني نهضتها، مولانا حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد بن تيمور طيب الله ثراه، وعمان ستبقى عظيمة وعمان ستبقى شامخة إلى الأبد في ظل القيادة الحكيمة لمولانا حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق بن تيمور المعظم، وعمان نهضة متجددة. اشتركوا
إذن أهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام من جديد. دائما نعرف بفقراتنا والفقرات الموجودة معنا في برنامج علم وما راح تتنوع بين الفائدة والمتعة. إذا تلاحظوا أيضا اسم البرنامج علم وما راح، دائما نحرص في هذه الفقرات أنها تضيف إليكم المعلومة وفي نفس الوقت توصل لكم المعلومة بطريقة جميلة وممتعة ومرحة إن صح القول. طيب، من الفقرات أيضا الرئيسية الموجودة معنا في البرنامج اللي هي فقرة المواهب، ونظرا لهذه الظروف الراهنة حاولنا قدر المستطاع أن نقلص في عدد المواهب. واليوم معنا صديقتنا ديما بنت فراس الحمدانية. السلام عليكم ديما. ها ديما نرفع صوتنا زين. السلام عليكم ديما. عليكم السلام. أهلا وسهلا ديما، كيف حالك؟ الحمد لله. وإيش أخبارك يا ديما؟ الحمد لله. ديما من وين جاتينا اليوم؟ بركة. من؟ بركة. من ولاية بركة، حياك الله يا ديما. وديما إيش راح تقدمي لنا؟ أقدم لكم قصيدتين ورواية وقصة. يا سلام، يعني أنت مبدعة في مجال إلقاء الشعري صحيح؟ صحيح. تحب الشعور والإلقاء كذا؟ أيوه. وفي السنوات الماضية في المدرسة كنت تشاركي في الطابور؟ أيوه. تلقي قصائد؟ أيوه. ويفضل أن نلبس الكمام صح يا ديما؟ أيوه. يلا جميل جميل يا ديما، جاهزة؟ أيوه. نبدأ بأول قصيدة، والقصيدة تتكلم عن الوطن صحيح؟ صحيح. يلا بصوت عالي وبفخر نشوف على الكاميرا، وبصوت عالي نشي أكد على هذه النقطة ونسمع القصيدة. حمامة الخير توفي جانب الحرمي، ثم انثري من حروف خطها قلمي. هنا عمان فهل للشعر قافية تحكي عن الفخر إذ تحكي عن العظم. عمان كوكبة تسمو قصائدها لتبعث الشعر من منظومة العدم. ويشهد الدهر والتاريخ أن لها حضارة بقيت تتلى بكل فمي. ذاك الهمام رسول السلم أنبتها أرفى دعائمها في عالي الشمم. أوصى بهيثم عزا كي يسير بها، يا أرض زانت لك الأيام فابتسمي. سلطان فخر سما في كل قافية، فأنبتت كفه خير من الكرم. فأنبتت كفه خير من الكرم. يا سلام يا سلام عليك يا ديمة، مبدعة يا ديمة. طيب ديمة، خلينا نتكلم عن مشاركاتك في المدرسة. أنت شاركت في المدرسة فقط تشاركي في العيد الوطني أو أيضا في الإذاعة المدرسية؟ وإيش الأشياء اللي تقدميها في المدرسة؟ فقط شعر؟ أشعر وأحياناً أناشيد. جميل. أحياناً قصص. حلو. وبعد عندك قصيدة ثانية صح؟ أجل. حابة تسمعين هذه القصيدة؟ يلا بصوت أعلى اسمع القصيدة. عمان والعشق يسمو بي ويلهمني، من يعشق الغيداء ولم يعذر ولم يلمي. عمان يا دانة الأكوان يا قمرا يسري بأنواره في رجة الظلم. إنا بلوك وهذا النخل علمنا بك التفاخر بالأنواء بالأقوام والأمم. فمن خناجرنا تقوى شكائمنا ومن عمائمنا نزدير السلم. يا سلام عليك يا ديما، شكرا لك على هذه المشاركة. قال لك هنا راح نرجع لك بإذن الله، بعدها راح تسمعينا قصة صحيح؟ راح نسمع هذه القصة بعد شوي. مشاهدينا الكرام، أيضا من الفقرات الرئيسية الموجودة معنا في البرنامج اللي هي فقرة مفكرة الجميلة. تفضل يا شمسة. تحية متجددة لكم مشاهدينا الكرام، أحبائي الأطفال في كل مكان، يا من تتابعون برنامج علم ومرح. خلوني كذا أعطيكم فكرة عن مسابقة مفكرتي الجميلة. طبعا هي المسابقة الرئيسية في برنامجنا، والتي من خلالها أيضا سنسعد باستماع إلى أصواتكم ومشاركاتكم الجميلة في هذه المسابقة. طبعا إحنا عندنا مفكرة تحتوي على عدد أيام الأسبوع من الأحد إلى السبت مثل ما واضح معاكم في الشاشة. في كل يوم من هذه الأيام سنطرح فكرة من الأفكار، سنطرحها للمتصل، عليه أن يقوم بها أو يطبقها في ذلك اليوم لكي يستمتع بوقته ويستفيد من هذه الفكرة. ربما من هذه الفكرة أكيد راح يحقق معانا أهداف. طبعا راح يكون عندنا سؤال مستنبط من هذه الفكرة. للمتصل راح نعطيه هذا الفكرة وراح نعطيه السؤال، إذا جاوب على الإجابة الصحيحة راح يدخل معانا اسمه في السحب بإذن الله تعالى. في نهاية الحلقة راح نسحب على 5 فائزين، لكل فائز 50 ريال عماني مقدم الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون. نتمنى التوفيق للجميع. وبكذا راح ناخذ أول اتصال في حلقة اليوم. السلام عليكم. وعليكم السلام. يا أهلا وسهلا، من معانا؟ محمد بن عبد العزيز بن بطيع عبدان العبري. من معانا؟ تعطيني اسمك الثلاثي؟ محمد بن عبد العزيز بن بطيع عبدان العبري. محمد بن عبد العزيز العبري. عبدان العبري. من وين تكلمنا يا محمد؟
من وين تكلمنا يا محمد؟ ممكن شوية تعلي صوتك عشان نسمعك عدل؟ اسمعنا من الهاتف وما تسمعنا من التلفزيون. يلا يا صديقنا محمد قصر على صوت التلفزيون. مقصرين. طيب جاهز للمسابقة؟ نعم. عبد الله تسمعنا؟ اسمعنا من سماعة الهاتف. عبد الله. اسمعك. عبد الله تسمعنا من سماعة الهاتف؟ نعم. الحين الصوت واضح؟ أنا ما عبد الله، محمد. محمد، عذرا يا محمد. طيب نشوف السؤال على الشاشة أو نشوف تختار معانا يوم من الأيام؟ يوم الجمعة. طيب يوم الجمعة. يوم الجمعة، اختار صديقنا محمد يوم الجمعة. طبعا الفكرة تقول تعلم الخط العربي، راح ناخذ كذا من الخط العربي. بإمكانك مثلا يوم الجمعة تختار كذا وقت وتطلع على اليوتيوب أو تاخذ دورات أونلاين وتتعلم فيها الخط العربي. صحيح يا صديقنا محمد؟ نعم. طيب جاهز للسؤال؟ يا محمد نشوف السؤال مع بعض على الشاشة. أقدم أنواع الخط العربي، خط النسخ، الخط الكوفي، أم خط الثلث؟ الخط الكوفي. متأكد من إجابتك؟ نعم. ما تغير؟ خط الثلث مثلا؟ نعم. ما غير. ما شاء الله عليك يا محمد، إجابتك الإجابة الصحيحة. إذا هذه تحية من برنامجنا. طيب إذا اسمك راح يدخل معانا في السحب، تعطيني اسمك الثلاثي مرة ثانية؟ محمد بن عبد العزيز بن بطي عبدان العبري. محمد بن عبد العزيز العبري. إذا دخل اسمك معانا في السحب، تابع لنهاية الحلقة إن شاء الله تكون أحد الفائزين معانا. شكرا لك يا شمساء. أكيد نذكر بطريقة الفوز معنا في مسابقة مفكرتي الجميلة. في اليوم الواحد راح يكون معانا تقريبا 7 مكالمات، راح يكون معانا من أصل 7 5 فائزين، كل فائز راح يفوز معانا ب50 ريال عماني مقدمة من تلفزيون سلطنة عمان. ما ننسى كذا نرجع لصديقتنا ديما ونكمل مواهبك يا ديما. أهلا وسهلا ديما، المايك 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 عشان الكل يسمعك وكلهم متشوقين لهذه القصة. إيش عنوان القصة؟ عنوان القصة التجربة الجديدة، طبعا من تأليفي. يا سلام، من تأليفك؟ يعني أنت تحبي تألف القصص؟ تقريبا كم قصة ألفتي إلى الحين؟ هذه القصة، وبألف بكرة طبعا قصة ثانية. يا سلام، بكرة يعني ناوية أنك تألفي قصة ثانية؟ القصص اللي تألفيها دائما تركزي أنها تكون كذا يستفيد من خلالها أطفال، صح؟ جميل، يلا نسمع هذه القصة يا صديقتنا ديما بصوت عالي. تجربة جديدة. أخي أحمد لا يحب تجربة ما هو جديدا، فمثلا أخي لا يحب تجربة الوجبات الجديدة. هو يسبب أزمة كبيرة عندما نذهب إلى المطعم مع ماما وبابا، لا أريد هذا لا أريد ذاك، هكذا هو دائما. حلو. كانت ماما تقتبس له الأغاني يحبها من الكرتون النمر دانيال. وجبة جديدة قد تكون شهية، إلا أن أحمد لا يزال يكرر لا 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 أريد هذه الوجبة. فهو مصر على رأيه إنه حقا أزمة كبيرة. قررت ماما أن تعد البيتزا في المنزل. قال أحمد أنا لا أحب البيتزا لكنني سأساعدك في إعدادها. أنا وأخي نساعد ماما دائما في تحضير العشاء. أنا أقطع البصل وهو الفليفلة. ماما تعد العجين. أحب خبز ماما، قال أخي. طلبت ماما مني ومن أحمد المساعدة في وضع شرائح البصل وقطع الفليفلة والدجاج والجبن. قال أحمد أنا أحب هذه المكونات، قال بابا. لما لا تجرب البيتزا إذن؟ وعلى العشاء قدم بابا قطعة من البيتزا لأحمد. صرخ أحمد قائلا يامي يامي شهي شهي، أريد قطعة أخرى. أحمد الآن يحب البيتزا ويحب تجربة الوجبات الجديدة. يا سلام عليك يا ديما، قصة رائعة وجميلة، أتمنى لك التوفيق بإذن الله في المستقبل. ديما إيش طموحك المستقبلي؟ إيش تتمنى تصيري في المستقبل؟ طبيبة. طبيبة، وفي مجال القصص ما راح تكملي تكوني كاتبة كبيرة؟ يعني راح تكوني طبيبة وفي نفس الوقت كاتبة، صح؟
الله يوفقك ان شاء الله يا ديما، سعيدين بتواجدك معنا في البرنامج. شكرا لك، نكمل مكالمات يا شمساء. شكرا لك يا يزير. طبعا هكذا هو برنامج علم ومرح، وجد لمشاركاتكم وحتى وان كانت عن طريق الاتصالات المرئية، ومثال على ذلك ديما ما شاء الله عليها قدمت لنا مواهب كذا جميلة. والحين راح مستمرين معاكم في فقرة الاتصالات، راح ناخذ كذا اتصال جميل. السلام عليكم. صباح الخير. يا اهلا وسهلا، مين معانا؟ هود. هود سعيد سليم راشد الصوتي. هود سعيد الصوتي. هود سعيد سليم راشد الصوتي. يا اهلا وسهلا فيك يا هود، من وين تكلمنا؟ من قريات. كيف الدراسة؟ زينة. بديتوا كذا بالدراسة؟ جميل يا صديقنا. إذا جاهز للمسابقة؟ نعم جاهز. تختار معنا يوم من الأيام ما عدا يوم الجمعة؟ تختار معنا يوم يا صديقنا هود؟ السبت. يوم السبت؟ هيو. إذا اختار صديقنا هود يوم السبت. الفكرة الفكرة يا صديقنا تعرف على تاريخنا العماني. أنت تعرف عن كذا معلومات عن تاريخنا العماني؟ عن القلاع. نعم. الحصون. طيب نعم. اذكر لي كذا قلاع موجودة في عمان. اذكر لي قلعتين موجودة في عمان، مثلا قلعة نزوة. قلعة نزوة. جميل. قرية قلعة الجبريل. صحيح يا صديقنا. حصن جبريل. قلعة الجلالة. جميل. وقلعة الميراني. جميل يا صديقنا. إذا جاهز للسؤال؟ نعم جاهز. سؤالك يقول: يقع حصن المنترب في ولاية إبدية، في ولاية نزوة أم ولاية صحم؟ يقع حصن المنترب في ولاية إبدية، ولاية صحم، ولاية نزوة؟ ولاية نزوة. ما تغير إجابتك؟ لا. تختار طيب إبدية ولا صحم؟ يلا عاد ساعدتك. إبدية. متأكد من إجابتك؟ يلا ثبت عليها. بدية. وجابتك الإجابة الصحيحة يا صديقنا. تعطيني اسمك الثلاثي كذا مرة ثانية عشان يدخل اسمك في السحب. هود سعيد سليم راشد الصوتي. هود سعيد سليم الصوتي. شكرا لك يا صديقنا على هذا الاتصال. طيب شكرا لك يا صديقنا على هذا الاتصال الجميل. تابع نهاية الحلقة إن شاء الله تكون أحد الفائزين معنا. طبعا يا أصدقائي ما زالت فقراتنا مستمرة ومتواصلة. الحين وصلنا إلى فقرة كذا خليك مع هاجر. طبعا راح تقدم كذا رسائل جميلة، رسائل إيجابية للأطفال. خلونا نتابعها ونشوف ما لديها. أتمنى لكم الاستفادة منها. نظافة من الإيمان. أكثر عبارة تكررت من كنا صغار سواء من أمهاتنا أو أستاذاتنا في المدرسة، بس يا ترى هل إحنا قاعدين نطبقها صح؟ يلا شوف مع بعض. أول ما تصحى الصبح إيش هو أول شيء تسويه؟ إذا كانتك هي تغسل أسنانك ووجهك. إذا أنت إنسان نظيف قبل الأكل وبعده إيش الشيء اللي تسويه؟ إيش؟ تغسل يدك؟ إذا أنت إنسان نظيف. طيب بعد اللعب وبعد الحماس والتعب كيف تكافئ جسمك؟ إذا إجابتك هي الاستحمام فأنت سيد النظافة. النظافة الشخصية ما مفروض أن تكون شيء روتيني وبس، لأن النظافة هي عنوان الإنسان، وبالنظافة نصير أجمل في عيون الناس. أهم شيء لا تنسى أن الأناقة تبدأ من ملابسك والنظافة من تحتها.
اهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام، كل الشكر لصديقتنا هاجر على هذه الرسائل المتميزه، الرسائل المفيده اللي نستفيد منها احنا ايضا يستفيدوا من المشاهدين. واليوم الموضوع كان عن النظافه، النظافه موضوع جدا مهم، ما فقط المحافظه على نظافه البيئه، ايضا المحافظه على النظافه الشخصيه. ايضا ما ننسى الشكر موصول لاخت صديقتنا هاجر، زميلتنا صفاء، هي اللي دائما تصور، الدكتوره صفاء دائما تصور صديقتنا هاجر وتمنتج هذه الفيديوهات. دائما يقال الشخص لن يصل إلى أحلامه إلا بمساعدة أهله، بمساعدة أي شخص يحبهم، فكل التحية لكم جميعا. مشاهدينا نكمل في فقرة المواهب، والحين معنا صديقنا هيثم بن سالم الشكيلي. حيا الله بهيثم، السلام عليكم. وعليكم السلام. حياك الله هيثم، كيف الحال؟ الحمد لله طيب. إيش الأخبار؟ عساك بخير؟ الحمد لله بخير. حياك الله هيثم، من وين جاينا؟ من ولاية بهلة. من ولاية بهلة، كل التحية أيضا لأهالينا في ولاية بهلة. صديق أنت هيثم أو الهيثم؟ جميل. طيب يا صديقنا الهيثم، ايش راح تقدم لنا اليوم؟ قصيده حصريه بمناسبه العيد الوطني. يا سلام، حصريه، يعني هذه ما سمعناها من قبل. أيوه. عن العيد الوطني. أيوه. كلمات من؟ كلمات جدي. ما شاء الله، كل التحيه لها. اذا انتم عائلتكم عائله ادبيه وثقافيه مهتمه بمجال الشعر. نعم. جميل، الله يوفقك باذن الله يا الهيثم. نسمع القصيده بصوت عالي، تفضل. عمان عمان المجد والعزة، وسام المجد لك يا عمان. بلاد بلاد تفرح الزاير، إذا كحل نظر لعيان. نحبك نحبك كثر ما فاحت من جنوبك عطور البان. نحبك نحبك كثر ما أوصى علينا سيد السلطان. حكيم الراي قابوس، حكيم الراي قابوس، عظيم الطيب والإحسان. رحل عنا ولا يرحل من الخفاق والوجدان. ترك فينا زعيم الخير هيثم، ترك فينا زعيم الخير هيثم للوطن شريان. وهيثم وهيثم شامخ وراسخ، وقف كنا قبل سمحان. ترى هم الوطن همه، وهمه يسعد الإنسان. وحن في عيدنا الخمسين نهني الشعب والسلطان، وحنا في عيدنا الخمسين نهني الشعب والسلطان. وفي عيد الوطن بهجة، وفي عيد الوطن بهجة، وحن لجل الوطن فرسان. نشيل الراية ونرفع، نشيل الراية ونرفع اسم هذا الوطن يزدان. عمان عمان اسم سكن فينا، ولا غيره نريد أوطان، ولا غيره نريد أوطان. يا سلام يا سلام عليك يا هيثم، مبدع. إذا هيثم أنت دائما تلقي القصائد الشعرية سواء في المدرسة، عندك مشاركات خارج المدرسة أو إلى الحين فقط مقتصر المشاركات على المدرسة؟ عندي مشاركة في هذا البرنامج من قبل. أيوة، أو ما شاء الله شاركت في برنامج علم ومرح. أيوة. تقريبا سنة كم؟ هذه سنة 2020. ما شاء الله، إذا كنت معانا. للأسف أنا ما أذكر كون الكثير من المواهب موجودة معي في البرنامج. المهم تشرفنا بوجودك معانا يا الهيثم، خليك مكانك، راح ناخذ مكالمة ونرجع لك بإذن الله. ومتواصلين معكم أصدقائي في فقرة الاتصالات، وناخذ اتصال آخر في حلقة اليوم. صباح الخير. صباح النور. يا أهلا وسهلا، من معانا؟ حمزة بن يحيى محمد الفارسي. من وين تكلمنا يا حمزة؟ من ولاية السويق. يا اهلا وسهلا، فهم المسابقة؟ ايوه. نروح نشوف كذا المفكرة على الشاشة، تختار معنا يوم من الايام. الاحد، الاثنين، الثلاثاء، الاربعاء، ام الخميس؟ الاحد. 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 الفكرة تقول اقرأ اكثر لتعرف اكثر. انت تحب القراءة يا صديقنا حمزة؟ نعم أحب. وش من القصص اللي تحب تقراها؟ قصص عن الأنبياء. جميل يا صديقنا، إذا أنصحك مثل هذا اليوم، يوم الأحد، تجلس كذا تختار مع تختار كذا وقت جميل وتطلع على الكتب وتقرأ بعض هذه القصص، صحيح يا صديقنا حمزة؟ جاهز للسؤال؟ جاهز. طيب نشوف سؤالك مع بعض على الشاشة. أي هذه الكلمات هي ظرف زمان؟ هذا، الذي، أم، صباح؟ هذا. أي من هذه الكلمات هي ظرف زمان؟ هذا، الذي، صباح؟ صباح. صباح. متأكد من إجابتك؟ صباح. متأكد من إجابتك؟ صباح. إجابتك الإجابة الصحيحة يا صديقنا. إذا هذا عارفين إنها من أسماء الإشارة، والذي هو اسم موصول. تعطيني كذا اسمك الثلاثي؟ حمزة بن يحيى محمد الفارسي. حمزة بن يحيى
محمد الفارسي. بن محمد الفارسي. شكرا لك يا صديقنا على هذا الاتصال، تابعنا لهذه الحلقة إن شاء الله تكون أحد الفائزين معنا. شكرا للبطل حمزة وأيضا مشاهدين الكرام، دائما كثير منكم يستفسروا عن طريقة المشاركة معنا في البرنامج. طريقة المشاركة أنك ترسل رقم الإجابة الصحيحة على السؤال اللي يظهر دائما على شاشة تلفزيون سلطنة عمان، أو يبث بشكل مستمر في أيام الأسبوع على شاشة تلفزيون سلطنة عمان على هذه الأرقام: عمان تل 911-74 وأريدو 918-23. أكرر، عمان تل 911-74 وأريدو 918-23. وهنا أنت وحظك، أما أنك تدخل معانا في السحب الأسبوعي وتفوز ب 75 ريال عماني، أو أنك تشارك معانا في مسابقة مفكرتي الجميلة. إذن هذه هي الأرقام مثل ما ظاهر معاكم في الشاشة. إن شاء الله الأسبوع القادم يوم السبت راح يكون معانا السحب الأسبوعي، فائزين لكل فائز 75 ريال عماني. إذن عودة لكم من جديد مشاهدينا الكرام، ونكمل في فقرة المواهب مع صديقنا الهيثم. حياك الله يا الهيثم. حيك. الهيثم أيضا أنت جهزت لنا قصة، صحيح؟ صحيح. هذه القصة إيش عنوانها؟ عندما رفعت علم بلادي. جميل، القصة لمن؟ القصة جميل جميل. المهم أنت جاهز؟ أيوة. قريت هذه القصة قبل؟ يلا نسمع القصة بصوت عالي. طيب، كنت أرى الكشافة في مدرستي يرفعون علم بلادي وهم يعزفون على آلات موسيقية وينشدون النشيد الوطني ويلقون التحية على العلم صباح كل يوم. عجبني كثيرا هذا المشهد، فقلت لأبي أني أريد دخول الكشافة. فسألت زملاء الطلاب الذين يرفعون العلم كل يوم عن طريقة اشتراكي في فرقة الكشافة، فشجعوني هم أيضا وطلبوا مني أن أحضر يوم العطلة الأسبوعية وهو يوم النشاط الرسمي للكشافة. لكن قائد الفرقة طلب مني التمهل بعض الوقت، لأن من يرفع العلم عليه أن يمضي وقتا في التدرب والأفضلية للأكبر سنا ولقدم في الكشافة، ولكني كنت حريصا على أن أراقبهم ماذا يفعلون بدقة، وكنت حريصا على ارتداء الزي الكشفي بشكل شبه يومي دون أن يطلب مني ذلك، لأن الذين يرتدون هذا الزي يوميا هم من يطلب منهم رفع العلم فقط. في أحد الأيام اكتشف قائد الفرقة غياب أحد الطلاب، وكان مقررا له أن يرفع العلم في ذلك اليوم، فشاهدني قائد الفرقة مرتديا زي الكشافة، فسألني إن كنت واثقا من معرفتي التامة لكيفية رفع العلم. في هذه اللحظة شعرت أن الدنيا لا تسعني، شعرت أنه يريد من خلال هذا السؤال أن أقوم بذلك لسبب طارئ، فأكدت له أنني أتقن هذا الأمر تماما. قلت له لا تقلق وسوف ترى ماذا سأفعل، وكنت متأكدا من أنني من المستحيل أن أخطئ لأنني تدربت على ذلك مرارا وتكرارا في البيت، وكانت تجربة رائعة لا يمكن أن أنساها. ومن ذلك اليوم رفعت العلم عشرات المرات أمام الناظر المدرسين والطلاب في احتفالات عديدة داخل المدرسة، وسيظل بإذن الله رايت أمان مرفوعة بسواعدنا وسواعد شباب هذا الوطن الغالي. تحية أكيد لكل كشافة عمان ومرشدات في معنا في السلطنة. جميل يا صديقنا الهيثم. الهيثم خلنا نتكلم الحين عن القصة. القصة تتكلم عن الكشافة، صحيح؟ انت شاركت في الكشافه؟ هي شاركت. جميل، خبرنا بعض الاشياء اللي تسووها انت في الكشافه. انا حقيقه من اول ما بديت المدرسه من الصف الاول الى الحين الحمد لله صف التاسع ولا مره دخلت الكشافه، فزين تخبرنا عن الفعاليات اللي يقيموها الكشافه في المدرسه. الفعاليات اللي يسووها الكشافه في المدرسه تقريبا كل شهر يودوك الى مكان لتعلم التخييم يا سلام، وهذه الأشياء يعني. وجربتوا أنتوا هذه الأشياء؟ أيوة جربت. جميل يا الهيثم، شكرا لك على هذه المشاركة، سعيدين بتواجدك معنا في البرنامج، ونكمل مع المكالمات يا شمسة. شكرا لك يا يزير، وشكرا لزميلنا الهيثم على هذه المواهب، إن شاء الله نشوفه في المستقبل أو الآن أكبر الشعراء العمانيين. بكذا راح ناخذ اتصال آخر في حلقة اليوم. السلام عليكم. يا أهلا وسهلا، صباح الخير. صباح النور. يا اهلا وسهلا، من معانا؟ شهد. شهد؟ شهد تعطيني اسمك الثلاثي؟ شهد بنت خليل بن ناصر الرحبية. جميل، من وين تكلمينا يا شهد؟ من وين تكلمينا؟ من ولاية دبدب.
طيب جاهزة للمسابقة؟ نعم. نشوف الأيام اللي باقية. تبقى عندنا الاثنين، الثلاثاء، الأربعاء والخميس. يلا تختاري يوم. الخميس. يوم الخميس. إذن يوم الخميس الفكرة تقول اكتشف وظائف المستقبل. إذن نقترح كذا يا زميلتنا أنك تتابعي كذا في اليوتيوب، تشوفي الوظائف الجميلة اللي إن شاء الله اللي راح تكون معانا في المستقبل، وأن تقرأي عن هذه الوظائف. كيف؟ أكون في المستقبل تكون دكتورة. الله يحقق لك أمنيتك يا رب. جاهزة للسؤال؟ نعم. يلا نشوف سؤالك مع بعض. متخصص في الطباعة وصيانة الطابعات ثلاثية الأبعاد، مسؤول رقمي شخصي، معلم أونلاين، فني طباعة. فني الطباعة. متأكدة من إجابتك؟ نعم. وإجابتك الإجابة الصحيحة يا صديقتنا. تعطيني كذا مرة ثانية اسمك الثلاثي. شهد بنت خليل بن ناصر الرحبية. شهد بنت خليل بن ناصر الرحبية. شكرا لك يا صديقتنا على هذا الاتصال الجميل. تابعي لنهاية الحلقة إن شاء الله تكوني أحد الفائزين. وبكذا يا أصدقائي راح نطلع معاكم فاصل ومن ثم لنا عودة. فيروس كوفيد 19 مرض معدي، ولكن التزامي بالإرشادات يحميني. أتدي كمامتي ولا ألمسهم الأمام ولا أشاركها مع الآخرين. لا أصافح ولا أعانق ولا أزاحم، واستخدم أدوات خاصة ولا أشاركها الآخرين. يدي نظيفة دوما، غسلها بالماء والصابون بطريقة صحيحة أو أعقمها. أعقم حقيبتي عند عودتي إلى البيت. في دورة المياه لا أزاحم، أغسل يدي دوماً واستخدم المحارم الورقية. إن كنت شعب أعراض الحمى أو السعال أو ضيق التنفس، أخبر والدي وأعزو نفسي ولا أذهب إلى المدرسة. أنا أحمي نفسي وعائلتي، وبالتزامي أوقف العدوى. أعيك وقاية. وعيك وقاية، هذه الجملة اللي دائما نحطها في البال. دائما علينا وواجب على الجميع الالتزام بجميع الإجراءات الصحية الصادرة من الجهات المعنية معنا في سلطنة عمان، خاصة اللجنة العليا المكلفة ببحث آلية التعامل مع التطورات الناتجة من انتشار فيروس كورونا. إذن مشاهدينا الكرام، دائما أبطال عمان الموهوبين دائما يسجلون أسماءهم في جميع المحافل، واليوم معنا أحد الطلباء المتميزين والمبدعين في المجال الأدبي، حصل مؤخرا على المركز الثالث في مسابقة إبداعات شبابية على مستوى السلطنة في مجال الإلقاء الشعري، والمركز الأول في التأليف المسرحي على مستوى محافظة مسقط. خلنا نتعرف عليه وبشكل أكثر. معانا صديقنا عبد الله بن حميد الكلباني. السلام عليكم يا عبد الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وأقول شكراً أخي. حياتي. شكراً أخي، طوقتنا بجميل قولك والثناء، ولقد ذكرت مناقباً فيها اشتركنا كلنا، قلب ونبض واحد فيه التقاء شعوبنا. ورحب بك زيد، ونحن فخورون بإبداعكم بتميزاتكم، وأنتم تحيون هذا البرنامج بالمواهب الرائعة. نحن سعيدين أكيد بوجودك معانا يا عبد الله في هذا البرنامج، ودائما نسعد بوجود مثل هذه المواهب العظيمة معنا في سلطنة عمان، واللي تستاهل منا كل الدعم. وخير مثال صديقنا عبد الله بن حميد الكلباني، مبدع في مجال الإلقاء الشعري، وأيضا الحين شفناك متقدم في مجال التأليف المسرحي، وبإذن الله عنده طموح يكون مقدم برامج تلفزيونية. طيب يا عبد الله، خلنا الحين نتعرف على مواهبك عن قرب. عرفنا عن نفسك، عن مواهبك، عن بدايتك في هذه المواهب. جميل جدا. أول شيء أنا فخور اليوم بأن أكون بين أطياف هذا البرنامج،
وأنتم تحيون وهذا البرنامج بالإبداعات بالطموحات، إضافة إلى الأفكار النيرة، إضافة إلى إبداعات الأطفال، وهم حاضرين ما شاء الله معنا وأصدقائنا كلهم. وكما نقول أهلا بإبداع المذيعين، أهلا بالأيام النوفمبرية، كل عام وأنتم بألف خير بمناسبة هذه الأيام. وحقيقة لا تقتصر على هذه الأيام على شهر نوفمبر، وإنما فرحة وطن كل يوم، الوطن في كل دقيقة في كل ثانية، ونحن نحتفل بهذا الوطن وبشعلة ومجد وتاريخ. هي عمان، هي قلب وقالب، هي عمان الروح، وتلك هويتي لا أنتمي لهويتي، المرآة فسماؤها أن عركت قصائدا وترابها أن بذلت حياتي. بداية عني يزيد أنا عبد الله بن حميد بن سامي الكلباني، كل طموح أحب أن أكون أؤثر وفي نفس الوقت يعني نكون نحن من نحيي ونكون قدوة للآخرين. كما تطرقت للمواهب، فأنا الحقيقة الحمد لله خضت عدة مشاركات ومسابقات، من أبرز حصولي على المركز الثالث في إبداعات شبابية، إضافة إلى أن حصلت على التأليف المسرح المركز الأول في محافظة مسقط، والكثير والكثير. جميل يا عبد الله، أيضا أنت ذكرت نفس الشيء مشاركتك في مسابقة إبداعات شبابية، هي مسابقة محلية موجودة معنا في سلطنة عمان، وأنت حصلت على المركز الثالث على مستوى السلطنة في مجال الإلقاء الشعري، خبرنا أكثر عن هذه المشاركة. جميل جدا. إذا كنت ذا راي فكن ذا عزيمة، فإن فساد الرأي أن تتردد، عليك أن تكون لديك، أن يكون لديك هدف، أن ترسم خطط واضحة وناجحة في نفس الوقت مع وجود أسس راسخة ثابتة سوف تؤهلك غدا بأن تكون أحد هؤلاء النخبة المشرقة. بالنسبة لإبداعات شبابية وحصولي على المركز الثالث أضافت لي كثير، جعلتني بأن أكون واثق من نفسي، جعلتني بأن أكون لدي أيضا، أضافت لي الحس تحريك الجسد، هذه حقيقة من الأمور التي يجب أن تتوفر في داخل الشاعر أو الإلقاء الشعري خاصة. بالنسبة للأمر الثاني، إذا كان يعني الأفكار المتوارية إضافة إلى أن الآفاق المتجددة فقد تنتظر خطوتك الأولى، وستشرق معك بطبيعة الحال، سوف تشرق مع طموحاتك مع إبداعاتك إلى آخره. جميل لك يا عبد الله، شكرا لك. عبد الله، أنت شاركت في مسابقة إبداع الشبابي بقصيدة وفزت فيها بمركز ثالث مثل ما ذكرنا، أريد نسمع هذه القصيدة اللي فزت بها. جميل جدا، لكن هذه القصيدة غير وطنية، ولكن اليوم بستبدها إن شاء الله بقصيدة وطنية. خلاص طيب، الأمر راجع لك. اليوم نحتفل بمجد هذا الوطن. أبدأ بالقصيدة، أول شيء وجه تحية شكر وتقدير إلى الشاعر أحمد العزري، وهو حقيقة الحس الشعري كان حاضر، والكلمات إبداع. عبد الله جميل، بس لو تسمح ثبت المايك. جميل جدا، المايك قريب منك عشان الكل يسمعك، وننتظر منك القصيدة يا عبد الله. تفضل. جميل جدا. من أنت؟ من أنت؟ وانتصب السؤال فخارا، ثم انحنى في الخافقين ودارا، رنت بأجراس السنابل صورة تحكي لتقطف حسنها أشعارا، وأنخت أبيات الركاب قصيدة نصبت على أوتارهن شعارا، نطقت ومن الأرض يلهج باسمها صوت الحضارة أنجبت قيثارا. إني عمان، إني عمان، وكل أرضي منبع من نخلة حملت هواه ثمارا، وطن، وطن على كل الحدود منزه، قدر يوحد حوله أقدارا. يا قلعة التاريخ فيك تجذرت همم الإباء فهيجت إعصارا، قابوس، قابوس شيد من رباها مشعلا أرسى دعائمها فكان قرارا، ما مات، ما مات إذ ما زال فينا خالدا، في كل مئذنة نراه منارا، رفع الشراع على السفينة واكتست منه الخلود فأنجبت مغوارا، رأس توحدت البلاد بظله، حملته أفئدة الشموخ وقارا، هذا وصي عمان، هذا وصي عمان من برع عزها، إذ قلت هيثم أمطرت مدرارا، حمل اللواء رقى
إلى عليائه حتى غدا فوق النجوم مدارا وعود وعود أسأل في ختام قصيدتي من أنت وانتصب السؤال فخارا فصهرت فيك الروح صغت لبابها بالحب ألبسها عليك سوارا بالحب ألبسها عليك سوارا. يا سلام عليك يا عبد الله، مبدع دائما والإبداع من عادتك. دائما أيضا نحن نتابعك في مواقع التواصل الاجتماعي تقدم الرسائل للمجتمع، الله يوفقك بإذن الله يا عبد الله، ونشوفك في المستقبل معنا هنا في الاستديو. شكرا لك يا عبد الله، ونكمل مع مكالماتنا يا شمسة. شكرا لك يا يزيد، ناخذ مكالمة أخرى في حلقة اليوم. السلام عليكم. السلام عليكم. سلطان. وعليكم السلام. يا أهلا وسهلا فيك يا سلطان، من وين تكلمنا؟ من محافظة المضيق. يا أهلا وسهلا فيك، جاهز للمسابقة؟ نعم. من محافظة شمال الشرقية ولاية المضيبية، أهلا وسهلا فيك. يلا نشوف الأيام الباقية، الاثنين الثلاثاء والأربعاء، تختار معانا يوم؟ الثلاثاء. يوم الثلاثاء. إذن يوم الثلاثاء الفكرة تقول تدرب على أسئلة الذكاء يا صديقنا. نشوف السؤال مع بعض على الشاشة. سؤالك يقول ماذا تعني الساعة 15:30؟ ماذا تعني الساعة 15:30؟ لازم تستخدم ذكائك يا صديقنا. طبعا هو وقت من الأوقات. أربعة ونص. أربعة ونص. هي أربعة ونص. هي ظهرت معك على شاشة الإجابة. طيب أربعة ونص أم الثالثة والنصف؟ الرابعة والنصف أم الثالثة والنصف؟ الثالثة والنصف. إجابتك الإجابة صحيحة يا صديقنا، كذا تعطيني اسمك الثلاثي؟ تعطيني اسمك الثلاثي؟ سلطان محمد بن جابري. سلطان بن محمد بن زين الجابري. الجابري، شكرا لك يا صديقنا على القهضمي. عذرا القهضمي. شكرا لك يا صديقنا على هذا الاتصال، تابع لهذه الحلقة إن شاء الله تكون أحد الفائزين معنا. وبكذا يا أصدقائي راح نطلع فاصل قصير، فابقوا معنا. خط السلطان الواحد والمسؤوليات جسيمة، وينبغي لنا جميعا أن نعمل من أجل رفعة هذا البلد وإعلاء شأنه، وأن نسير قدما نحو الارتقاء به إلى حياة أفضل.
وسهلا بكم مشاهدينا الكرام من جديد من الفقرات والمحطات الجميله معنا في برنامج علوم ورح اللي هي مسابقه انا احب القصص. دائما غزل تبدع معانا في القصص. اهلا وسهلا فيك يا غزل، كيف الحال؟ الحمد لله بخير. يعني وكيف اصبحت اليوم؟ الحمد لله بخير. ايش قصتنا؟ عنوان القصه العواصم العمانيه للدكتور وفاء الشامسي. جميل، نسمع القصه. كان على محمد ان ينهي مشروعه في ماده التاريخ، ولأنه بدأ متأخرا فقد تعجل في إنجازه، وبالرغم من أن مكتبة والده كانت زاخرة بالمعلومات عن أبرز الولايات التي كانت عواصم في التاريخ العماني، إلا أنه نسي عاصمة مهمة مطلة على البحر. وما إن أراد إلغاء الكتاب حتى صاح به قائلا: لقد نسيت عاصمة مهمة يا محمد. نظر محمد نحو الكتاب وقال متأففا: لا وقت لدي لكتابة المزيد وسأكتفي بما أنجزته. لكن الكتاب أصر على محمد أن يكتب عن هذه العاصمة، وبعد إلحاح وافق وطلب من الكتاب أن يخبره عن هذه العاصمة العمانية التي يقصدها. قال الكتاب: إنها عاصمة مطلة على البحر. ضحك محمد وقال: مسقط، لقد كتبت عنها. هز الكتاب أوراقه قائلا: لا، لم أقصد مسقط، لقد استعجلت في إجابتك. العاصمة التي أقصدها كان لها حضورها التجاري لكونها ميناء بحريا مهما، وهي تتميز بأنها منطقة زراعية ومركز مهم لصيد السمك، إضافة إلى كونها إقليما ثقافيا مهما. صمت محمد، طلب من الكتاب أن يكمل، فهو لم يتعرف إلى هذه العاصمة. فأخبره الكتاب بأنها أقدم وأعظم المدن على ساحل الخليج العربي، وذلك بإجماع المؤرخين والجغرافيين القدامى. ومن بين المؤرخين الذي تحدثوا عنها المقدسي الذي قال: هي قصبة عمان وليس على بحر الهند، بحر العرب مدينة أكبر منها، فيها عمران ولها رونق وبها ثروة لا تقدر، وفيها فاكهة وأسواق عجيبة، والمنازل بها عالية مبنية بأجود أنواع الخشب والطوب، وفيها ماء عذب، وعلى ساحلها مسجد جامع، وهي ممر الصين وخزانة الشرق. وأشار ياقوت الحموي في كتابه معجم البلدان إلى أنها كانت تسمى قصبة عمان. وقال عنها الفارسي صاحب كتاب حدود العالم: إنها سوق الدنيا كلها، ليس في الدنيا مدينة تجارية أكثر مالا من تجارها. ووصفها المؤرخ الحريري بأنها مدينة حسنة الأسواق، تجلب إليها البضائع من الهند والصين وفارس. وذكرها الإصطخري في كتابه المسالك والممالك بأنه لا يمكن أن توجد على الخليج ولا في بلاد الإسلام مدينة أكثر غنى وجمالا منها. نظر محمد باندهاش إلى الكتاب وقال له: قبل أن تكمل، هل يمكنك أن تخبرني ما اسم هذه العاصمة وسأقرأ عنها بنفسي؟ ابتسم الكتاب وقال: إنها المدينة التي زرتها الأسبوع الماضي. صرخ محمد بحماس: صحار، إنها صحار. شكرا لك يا غزل، قصة جميلة وكالعادة نستفيد من هذه القصة، أيضا قصة ممتعة. كل التحية للدكتورة وفاء الشامسية. معانا في المسابقة اليوم صديقتنا ديمة. أهلا وسهلا ديمة، وأيضا البطل هيثم. جاهزين؟ نبدأ بسم الله. في البداية نقلب الأوراق ونبدأ الأسئلة مباشرة. طبعا في العادة مسابقتنا يكون مكونة من 5 أسئلة، لكن اليوم بحكم الوقت راح ناخذ 3 أسئلة فقط، هذا من حظكم. ها طيب، يلا بسم الله نبدأ مع صديقتنا ديمة. وسؤالك الأول يقول: أسهل سؤال، اذكر شخصيات القصة. الكتاب محمد. يا سلام عليك يا ديمة، وإجابتك الإجابة الصحيحة. جميل، وروح لهيثم أو الهيثم. هيثم سؤالك يقول: في أي مادة كان محمد يجهز مشروعه؟ تاريخ. مادة التاريخ؟ أكيد، متأكد؟ وإجابتك الإجابة الصحيحة يا الهيثم. جميل، إذن التعادل الحين بين صديقتنا ديمة والهيثم. يلا يا ديمة سؤالك الثاني يقول: كانت مكتبة والدة زاخرة بالمعلومات،
ما معنى كلمة زاخرة؟ عمان زاخرة بالقلاع، عمان زاخرة بالمواهب، مليئة. مليئة، يا سلام يا سلام عليك يا ديما، وإجابتك الإجابة الصحيحة. حلو، نقطتين لديما ونقطة واحدة للهيثم. يلا يا الهيثم، سؤالك الثاني يقول: كانت صحار مركزا إقليميا ثقافيا. إقليم مفرد، أعطيني جمع كلمة إقليم. عندك 10 ثواني. 10 9. أقاليم. أقاليم، وإجابتك طبعا الإجابة الصحيحة يا الهيثم، مبدع بطل. 2-2. وصلنا للسؤال الأخير، هذا السؤال يحدد من الفائز ومن اللي لا سمح الله راح يخسر معانا. طيب يلا نشوف، أو التعادل، يمكن يكون التعادل. يلا سؤالك الأخير يا ديما يقول: ما اسم الكتاب، ما اسم كتاب ياقوت الحموي الذي وصف فيه صحار بأنها قصبة عمان؟ هل هو كتاب رحلات مختلفة، أو كتاب معجم البلدان، أم كتاب تاريخ العالم؟ معجم البلدان. معجم البلدان أكيد، ويمكن تاريخ العالم. إحنا ها يلا يلا نثبت على الأولى، نثبت على الأولى. معجم البلدان، وإجابتك الإجابة الصحيحة يا ديمة. يا سلام عليك يا ديمة، 3 نقاط. أنت الحين ضمنتي الفوز أو التعادل، والقرار راح يحدده هيثم. يلا يا الهيثم ركز معانا، وسؤالك الأخير والثالث يقول: من الذي وصف صحار بأنها قصبة عمان وممر الصين وخزانة الشرق؟ هل هو الفارسي، أم المقدسي؟ خلنا نحدد هذه الخيارين فقط. المقدسي. المقدسي أم الفارسي؟ المقدسي. أكيد. أكيد. آخر كلام. آخر كلام. وإجابتك يا الهيثم الإجابة الصحيحة، بطل بطل يا الهيثم، يستاهلوا أكبر تحية، حيوهم. جميل جميل يا ديما ويا الهيثم. طبعا أصدقائنا ديما والهيثم ربحوا معانا 40 ريال عماني مقدمة من تلفزيون سلطنة عمان، شكرا لكم على هذه المشاركة، وأيضا الشكر لكم وصولي يا صديقتنا غزل، دائما تبدع معانا في هذه الفقرة، شكرا لكم. تفضل. إذا مستمرين معكم أصدقاء الأطفال، وناخذ مكالمة أخرى في حلقة اليوم. السلام عليكم. وعليكم السلام. يا أهلا وسهلا، من معانا؟ شذا. شذا؟ نعم. شذا تعطيني اسمك الثلاثي؟ شذا بن سالم من خلفان النيرية. النيرية، من وين تكلمينا؟ من ولاية بركة. يا أهلا وسهلا، تبقى عندنا خيارين، تختاري الاثنين أم الأربعاء؟ كذا خليك سريعة. الأربعاء. الأربعاء، إذا راح ناخذ فكرة الأربعاء، تقول الفكرة: تعرف على الشراء عبر الإنترنت. أنت تتسوق عبر الإنترنت؟ شوية. طيب نشوف السؤال. من أشهر مواقع التسوق الإلكتروني: أمازون، جوجل ميت، مايكروسوفت إكسل؟ من أشهر مواقع التسوق الإلكتروني: أمازون، جوجل ميت، أم مايكروسوفت إكسل؟ يلا خليكي سريعة معانا. إيش؟ مايكروسوفت. أمازون أم جوجل أم مايكروسوفت؟ كده بسهل لك. أمازون أم مايكروسوفت؟ أمازون. إجابتك الإجابة الصحيحة يا صديقتنا. إذن يا شذا اسمك دخل معانا في السحب تابع لنهاية الحلقة، إن شاء الله تكوني أحد الفائزين معانا. جميل يا صديقتي الشمساء، وننتقل إلى السحب. أيوة بالضبط يا يزيد، راح ناخذ على 5 فائزين، لكل فائز 50 ريال عماني. صحيح. بسم الله، راح ناخذ أول فائز، سلطان محمد القهضمي، ألف مبروك. راح ناخذ ثاني اسم، راح لصديقتنا شهد بنت خليل الرحبية، ألف مبروك. الاسم الثالث راح لصديقتنا شذا بنت سالم النيرية، ألف مبروك.
ناخذ اسم قبل الأخير. نقول ألف مبروك لصديقنا هود بن سعيد الصوتي. وآخر اسم لصديقنا حمزة بن يحيى الفارسي. إذن عندنا 5 فائزين، ألف مبروك، ربحتوا معنا ب50 ريال عماني. شكرا لك يا شمسان، وبارك لجميع الفائزين معنا في حلقة اليوم. مثل ما يقال دائما الأوقات السريعة تمضي بسرعة، بإذن الله نلتقي في الأسبوع القادم. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.